الشعوب العربية إذا لم تستيقظ وترجع للإسلام يا أخي عبد الرحمن. الشعوب العربية من تقصد؟ ترى السنية ولا الشيعية؟ الشعوب العربية أنا لا أقول شيعية وسنية، أنا أقول الشيعي والسني والفارسي والرومي، كل هؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى البوتقة الجامعة التي جمعتنا يوم من الأيام وجعلتنا قوة لا تقهر. العرب في الفتوحات الإسلامية ما كانوا يدافعون عن كيان وعن أسرة عمر بن الخطاب في الفتوحات، أي معركة القادسية صحيح، ما كانوا يدافعون عن طويل العمر عمر بن الخطاب صحيح، إنما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يذهب ليقاتل معهم، لولا أن بعض الصحابة ثناء قال ابقى في المدينة صحيح. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يورثها لأبنائه كما كان كسرى يورثها لأبنائه مثلا إطلاقا صحيح صحيح. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يورثها لأبنائه كما كان كسرى يورثها لأبنائه مثلا إطلاقا طيب. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يورثها لأبنائه كما كان كسرى يورثها لأبنائه مثلا إطلاقا طيب. ولا كان روميا يريد أن يورثها أيضا لقيصر الروم إلى آخره. في ذلك يعني هذه الحالة التي فيها نسترد قوتنا بحول الله ونصبح إخوانا، نصبح في ندخل في دين الله أفواجا ونصبح إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن حصل أي نزاع. أما أن يرى الشيعة أنهم هم أهل الجنة وأن السنة أهل النار، ويرى السنة أنهم هم أهل الجنة وهم أهل والشيعة أهل النار، فهذا أمر سواء بغض النظر عن الحق مع من، هذا أمر يستطيع الرومي بسهولة أن يؤججه، وهذا ما فعله، وهو الآن يديرنا من خلال هذه الحبال البعيدة ليحرك هذا الريبوت الذي الآن نحن نتفرج عليه ونقرأ التاريخ قديما وحديثا ونقول سبحان الله، نرجع للمربع الأول. كلما أردنا أن نخرج من هذا القمقم كلما ردنا الروم وفارس إلى المربع الأول.